أهلا وسهلا مشاهدينا مساء الخير عليكم أينما كنتم وأينما تواجدتم نرحب بكل مشاهدينا ومتابعي قناة شوف في, في هذا البث المباشر من هنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس مع هذه السيدة وإبنتها اللي صراحة قصة غريبة وغريبة ولكن العنوان الأبرز في هذه القصة هذه هو الله يسمح لنا من الوالدين في الأول وفي الأخير ام كما كتقول انها تحرمات من نعمه الامومه وكتقول انها ولدت في السبيطار قالوا لها ولدها راه مات ومن بعد مرور سنوات كتبين لها انه الناس جاو عندها وقالوا لها راه ولدك شفناه في التلفازه وشكنا يكون هو لانه ذكر الاسم ديالك وذكر الاسم ديال الاب ديالو وكيقول بالبلاصه اللي تولد فيها حتى هي كيذكرها كي غنعرفوا مزيد من التفاصيل مشاهدينا متابعي قناه شوف تي على هذه القصه واللي كما قلنا لي آه صراحه والله العظيم قبل ما نبداو التصوير ديالها في الكواليس الى بكيت لانه هذا الشيء اللي غادي نسمعه معايا آه اللي غادي نقول عليه هو الله يسمح لنا من الوالدين اولا واخيرا واللي عنده المهمه ديالو يتهلا فيها واللي ماتت الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات يا رب في هذه الليله المباركه غنخليكم مع هذه الوالده ومع الاخت ديالها اللي غادي نقربونا من القصه ديالهم اللي كما قلت وكنقول نعاود نقولها العنوان الابرز هو نعمه الامومه ف الوالده مرحبا بك معنا على البث المباشر نعم بسم الله بسم الله لله نعم قولي لنا كيفاش يعني كيفاش يعني كيفاش هذا وقع لك في هذه الولاده وكيفاش وقالت لي بلفت... نجيت بالفتح اللي وقالوا لك يا ودي ما تولدش عاديه راه كتولد بالفتيح قلت لهم ميلا كانت الديقات مكت... سمحي لي الوالده غلي غير الإشارة مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فوقائع هذه القصه راه وقعت لهاد السيده حيت الناس غيشوفوا السيده كبيره وكيسمعوها كتقول ولدت هاد السيده راه ولدت في 1993 والابن ديالها بان في 2018 كينادي على الام ديالو من خلال احد البرامج المعروفه على على, على على, القنوات المغربيه كيقول يقول الاسم ديال الام وديال الاب هذا للتوضيح فقط كملي لنا الوالده القصه ملي جيت للطبيب قالوا لي راه تولد بالفتيح انا راهي نتفكت في الوقت الوقت ملي فتحت قضيت ولدت وقضيت وخرجت من من العمليه قلت لهم يعطوني الولد ديالي ولا البنت ولا اللي قسم الله قالوا لي يا ودي احتاجي العائله ديالك ونعطيها راك ولدي ولدي ونعطيوها له راه الولد في الامان قلت لهم انا صافي كي عندي كي عندكم كعن انتم دقه في الركوب في الامان ملي جا الاب ديالي قال لي الولد ديالي نعطيه لعائلتي تعنا ديجا قالوا لي يا ودي راه مات انا قلت لهم الولد ديالي ما ميتش انا البزاز ديالي محينين وولدي باغي يرضع يمكن راه كيبكي انا ما حساش بالولد ديالي بيني إلا ميت من العمليه ومن من العمليه ومن آه. قلت لهم الولد ديالي رانا ما راه ما ما حساش به من لميت في الاول قال لك راه تسني تجي تجي <تتجيل> العائله ديالك يجي راجلك وزعما هي تجي العائله ديالك وعاد ديك الساعات نعطيوك الولد ديالك أه. انت دابا ما قاداش تقبض الولد ديالك انت فاتحه ودابا عيانه مع, البنج مع البنت مع داكشي انت انا عيانه أه. ما عندكش القدره باش غادي تقبض الولد آه. حتى تجي العائله ديالك ونعطيوه لها آه. ملي جا الاب ديالو قال لي ما ولدي قالوا لي ودي راه مات جا لعند قلت له انا هو الولد قالوا لي قالك راه مات قلت الولد ديالي راه ما ميتش قال لنا دا الاب ديالو قال لي دابا تلهى في حالتك انت واش انت جلسه حالتك هذا وانت عاد قالوا لنا راه مات حنا من بلاصه مساوا حنا من المساواه مساواه يعني مساواه تابعين مولاي ولد الزهر غاسيين وحمراوه اييه حنا من من هذا الجهد المعلم جبر ديك تا نتوما حدا الجبار اللي كيجبر المساواة المساوي المساوي نعم القيادة اللي تابعة علينا القيادة دابا هذاك تزيد من المغصين تزيد صافي تجبر المساواة قدامك هذيك هي انا قلت لهم دابا صافي ولدي قال لا تصير واش غادي ما غادي يكذبوا عليك راه ما غادي يكذبوش عليك ظهر كذبوا ماشي الولد ديالي ميت الولد ديالي راه باقي حي من اللي الخبر وأنا غير اللور ما بقيتش نعضل واش طلبتو الجوج واش دفنتيه واش ما دفناه ماش فناه ما شفناه ما والو ما شفتيش ما رضعتش ما ما رضعتش الرضع الاولى ما جابوهليش ليش وما ما رضعتوش هذيك هي اللي بقات حتى هذيك الفرحه الاولى ما جابوه قلت لها تجيب ليه الولد ديالي على نسولك المهم على على دابا في العمليه واش كيبنجوا المرا كامله ولا غا كتبنج غير غير بلاصه العمليه لا بنجوني كامله المراه عاقله لا والو بنجوني انا كامله انا ما عقلت حتى حاجه على شي حاجه انا ما عقلت على شي حاجه من البنج ما وعدتش انا غادي حتى من من البنج ما وعدتش بكري مهو. حتى تكون 8 ولا 7 الصبح عاد جابوني من البلوك نعم ساعه اللي فهم دخل الاب ديالو وجبرني في هذيك الحاله قالك دابا انا كنفقش فيك غير انت ما كنفقش دابا واش قالوا لنا الولد ميت وحنا تنبقاو نتلاجيو معاه من ضربو معاه قلت له انا لا انا ما واعيش بولدي ميت انا ولدي ما عمري حسيت به ميت نعم حتى الاحساس ديال الام الاحساس ديالي راه ما عمري حسيت به بلا اذن الا ميت تنبقى ما تنبقى تطلع معايا داك النخصه تنبقى نكتي حتى كنشبع نعم وما... و... وعاد أه الوالدة مشاهدينا فضلا وليس امر يعني هذا هذا واجب لانه هذه أم كتقلب على الابن ديالها وكذلك الاكثر من هذا فالابن كذلك كيقلب على الام ديالها آه نفس المستشفى لاله فاطمة الزهراء منتصر آه نفس المستشفى المحلي هنا بمدينه مكناس هنا فين وقعت لهذه القصه فكما قلت لكم الابن كذلك كيقلب على الام ديالو وراه خرج في 2018 في احد البرامج التلفزيه وكيسول بالاسم وبالنسب على الام وعلى الاب ديالو كذلك فهنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي الدور ديالنا احنا اليوم هو نحاولوا نلاقيو ما بين هذه الام والابن ديالها لانها الابن كيقلب في جهه لا حيلة له والأم حتى هي مسكينة اليوم من خلال قناة شوف تيفي بغات تقلب على الابن ديالها إذا فضلا وليس أمرا خوتي المغاربة نقدروا نكونوا غندلوا على الخير حنا درنا واحد الخطوة عاونونا حتى نتوما نكملوا هذه الخطوة لله في سبيل الله باش نوصلوا هذا الابن للأم ديالو وتهنى هذه الأم هذه اللي كنشوفوا فيها قدامنا اللي باقا ما صابراش على ولدها لحد هذه الساعة كم لنا الوالدة شنو واقع بالضبط حنا ألف ومية خوتي إلى كلنا بارتاجينا وبارتاجينا هاد اللايف كونوا أكيدين أنه غادي نوصلوا هاد اللايف يقدر يوصل الليلة الليلة يوصل الإبن ديالها ويقدر يشوفه في الهاتف ديالو لا كان جالس دابا ولا مع الأصدقاء ديالو ولا شي واحد يعرف القصة ديالو غادي يوصل ليه هاد الشي هذا ففضلا وليس أمرا والله يجازيكم بخير هذيك هي اللي جيت أنا خرجت بحالي لرجل خرجتوما دفنتوهم ما خرجتوما دفنتوهم ما شتوما ما عطاو لي لا ميت ولا حي نعم هذيك هي خرجوني مشيت بحالي هنا في مكناس هادشي هنا في مكناس فات هنا خرجت بقيت أنا واش م... م... قالو أر... اللي قلتي لهم بغينا نعرو ليا الولد ما قلتوش لهم بغينا الولد ندفنوه قالو الأب ديالو قال لهم عطوني ولدي ندفنوه واش قالوا ليه؟ قالوا له ودي بعد المرة للمحل ديالها و... وتسرح وديك الساعه تاع دجي لا بغيتي دير الولد ديالك اجي ليلو جا له هو قالك واش <applause> يعني يعني انا واش الطبيب ديال المخزن ديالي فاش تيها وتيقول لك فاش قال لما عطوني ولدي من الموت خدي 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 يعني انا من هذا الولد هذا اه مشينا عاقله على هذا الشيء هذا انا فاش يجلسوا الاب ديالي اي انا كنت باقا صغيره نعم هو فاش تجلس الوالده ديالي كتعاود عليه والاب ديالي حنا صغار وداك الشيء ومازال دابا عمرها هي ما ما سكتت عليه كاع يعني الوالد ديالي رغم من هذاك شويه تيسكت ولكن هي عمرها ما سكتت عليه فاش كاس كاس تتعاود كتقول لك يعني راه ولدي انا عمري ما حسيت به ميت ما حسيت به يعني تنجلسو كتقول لك ولدي ما ميت تنقول لها الوالده راه ما قالوا لك ميت راه ميت يقدر زعما <أني> ما يكذبوش عليك في هذه المساله كتقول لك لا انا دفنت ربعه كاينين الخوت اخرين اه كاينين خوتي اخرين ولكن البلاص هذا ما هذا ما عمرها تا شي واحد زعما كل واحد راه عنده هذا <تكلم> آه الاخري هذا آه آه هذا ما نساتش يعني راه مرضت فوق منين سمعتو زادت مرضت بزاف كاع يعني ما كانش كطيح ورجعت تطيح السكر تاثر عليها الطنسيو تاثر عليها الشوف شوف بقاش تشوف بزاف يعني كانت كما قلت عايشه ديما بالهاجس ديال. ديالو عايشه وعايشين كاملين تخيل انا ما. تنشوف شي شاب تنقول يقدر يكون هذاك الاخ ديالي يعني بقينا عايشين على اعصاب ديالنا يعني انا نعسه وكنقول الاخ ديالي فانا هو بغيت انا نشوف الاخ ديالي كيعامل وهو يشوف العائله ديالو اه لا هي راه تفنت ربعه وارتاحت ولكن هذا ما ارتاحتش عليه <مام> عمرها <رامر تحت تصفيق> ما ارتاحت عليه ديما تتجبد الهضره يعني ديما ديما عندنا دي حنا ديك الهضره ديما تبقى, تبقى تبقى تقول لك انا حلمت به رجال عندي ولدي رانا هادي يعني تبدا تطيح بدا تتهضر بولدي جيبوا لي ولدي جيبوا لي ولدي ملي كطيح كتبقى كتهضر بالكلمه ولدي جيبوا لي ولدي اه يعني ما صبر ما صبراش عليه والاب ديالي تا هو ملي كتجبد الهضره وهداك الشيء ما تيصبرش رغم من هادي كيبدا يبكي كيقول لك مصاب كن جبر غير هي البلاصه يعني راك عارف الباديه وديك الشيء ما تيعرفوش فاني يمشيو فاني يجيو هادي يعني القب ديالنا لا خوتو ولا حنايا زعما راه كل شيء مهول عليه تقولوا يشوفوا الاخ ديالنا فان عايش وفان هو الهاتف ندوزو على المباشر يعني تجي بغينا نشوفوا هي الاخ ديالنا بغينا نشوفوه دابا هي الامنيه هذه هي دي الامنيه ديالنا بقينا عايشين على الاعصاب ديالنا غادي نرجع عند الام اعطيها <applause> الاخراعات الوالدة نسولك يعني وكيفاش كيفاش يعني اللي حيا لك الامال عاوتاني مرة اخرى باش عرفتي ان الوليد غادي يكون قلتي انه جاو قالوا لكم اه قلت هاد ولا باش قالوها لك هذه آه خير من 2018 2018 ياك اه من 2018 إيه شنو قالوا لهم قالوا لي ودي راه الولد ديالك بان راه ما ميتش من عاد تقول ما ولدي راه ما ميتش دابا يا ودي راه انا حنا ما حسبناش بين اللي ايضا راك ولدتي في طبيب الخميس ولا حتى انا ما حنا ما سايقين الخبر سيق سايق الخبر وشي ما سايقتش الخبر <applause> جيت قلت لهم دي بالحق را ولدي ما عمري حسيت به ميت دائما راه حاسه به حي ولا الناس غادي يلحقني بيه يجيب الله شي ولد اللي يلحقني بيه يجيب شي مؤمن ولا مؤمنه هي يلحقني تلحقني بيه هذيك هي اللي بان هذا قالك يا لي انا انا ولد الخياط التوزاني <applause> والام ديالي سميتها عائشه بنت بن سليمان انا باغي انا باغي ما تنطلب مني ما والو حتى شي حاجه ما تنطلب مني ملي كنطلب من الله غير نشوف الوالده ديالي ونشوف الاب ديالي ونشوف العائله ديالي وهذه ديالي. هي السميات ديالكم هذه هي السميه ديالنا ولدي انت شنو السميه ديالك انا سميتي عائشه بنت بن سليمان اييه والاب ديالو سميتو الخياط التوزاني وفين ولدتي قلت في محمد الخامس اييه شمن عام هادشي 93 ألف وتسعمية وتسعة وتسعين واخا مرجعتوش لداك النداء ديال ألفين ما رجعناش شو ولدي أنا أحس ما قارية ما ما, ل... ما تنعبش الك... اللي ما تلاحطني الكار حطني الكار في البلاصه ما كان بقى يعني الله 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 الحاجة هذه هاد بنت الجباد كو كان ما كاين والو ساعتي قات فينا هذا الأعمال انت ما مو... لا هي الله تعالى سيدي ربي يفتح بينك وبين الخير واخا المهمة الان الا كان ولدك كيشوف فيك ايوا تنطلب من يكون ويكون دابا شاد التليفون ديالو ولا جالس مع صحابه وانت و... زعما يعني, ولو ان هذاك الكلام حسيتي بان تحركت الامومه ديالك الشريف على هذا الوليد هذا اللي دوا وانا انا كاع صافي راه ما بقيتش نقتلك ما بقيتش حتى هذا من مره ما كان عايز. تنعس ديك القسم وتنوض العقل ديالي هي معاه تنقول ولدي باقي حي وما عرفت واش شنو واقع له واش واكل واش شارب واش واش خدام واش في الزنقاب واش بقى. ما عرفت راسي شنو دي كاع ما تتهزني حتى شي بلاصه ما كتهزني صافي تنبقى هي غدا هايمه وصافي كان بهاد الحرقه ديالي ملي كنجي عند البنت هي اللي كنجبر فيها الامن تنقول نجمع حتى نعم ما كنجبرش الصبر باش باش نقاوم الا ولدك كان كيشوفنا الان هذا الوليد هذا اللي كنقولوا 1993 الان راه تقريبا يعني راه 7 شحال تقريبا شحال ولات في العمر ديالو 28, 28 سنه تبارك الله راه راجل هذا نتمنوا آه من الله يرجع الله يرحم الكل وتزوجيه وتشوف الولاد ومازال ربي لو غير لاقاك بيه غادي يلاقيك بيه تنطلب الله منكم الدقة ربي يسخر لكم فما مشيتي وفما هاد الوليد الان الا كان كيشوفك اللي قلنا شاب ديال 28 سنه شنو تقولي ليها المهمة؟ والان ها هي الكاميرا قدامك انت كدوي بحال كدوي مع ولدك منك ترضي عليك ولدني الدنيا واخيره الا ما هي تقميمتك ويشوف من حاله وجهه هي نعنقك ونبوسك فين شي انا ما تنطلب منك اقول لي حتى شي حاجه ما تنطلبها منك انا الوحش ديالك ورا ديرا صافي رزي بنينيش الله يرضي عليك اولدي دنيا واخيرا الله يوصلك بخير وعلى خير يوصل ام محمد كلهم ومشوق مشوق الله يزعم صدر ربي على الطريق الله يزل عليك رضا ولدي لما تجيب من حال منتك ويجي عنده ارحم حشيك بزاف الله يكبر بكم على هاد الدموع هادو ديال هاد الام هذه الله يجازيكم بخير اللي نحن حنا ما قدرناش نحبسهم لانه الله يجازيكم بخير بغينا هذا النداء هذا يوصل لابن ديالها في هذا الوقت هذا وبالضبط في هذه الساعه هذه يوصل هذا النداء ديالها دي بارطاجيو معنا باكبر عدد ممكن فضلا وليس امرا الله يجازيكم بخير بارطاجيو هذا البث المباشر بغينا الرساله ديالها توصل بكل يعني بهاد دموع ديال هاد الام اللي كدوي بكل عفويه من القلب ديالها فصراحه طلبوها اختي طلبو 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 هذاك طلبو هذاك النداء وطلبوا الارشيف لكن كانت محاولات ديالهم كما كتقول السيده الاخت ديالو محاولات باءت بالفشل يعني ما ما ساعدتهمش الظروف بحكم انه خاصهم يتنقلوا خاصهم وخاصهم خاصهم ولكن كما كتعرفي راه الله يحسن العوان فهاد الشركة راه كتعرف حتى البحث راه خاصك ليه ميزانيه فراه طلبوا ولكن في اطار داك الشيء اللي عندهم فراه ما وصلوش الان توجهوا لقناتنا قناه شوف تي في باش يوجهوا النداء ديالهم ومن خلالكم نتوما اللي كتشاهدونا الان مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي في كنتمناو بهذا التفاعل ديالكم الايجابي اللي كنشكركم عليه بزاف وغنوجه لكم كل التحيه من القلب الخالص لانكم كتساعدونا باش نوصلوا النداء ديال المغاربه ونقربوا هذه الام الابن ديالها ونرجعوا لها الابن ديالها اللي كنشوفوها الان كتتالم عليه ومحرومه ومحروقه عليه فالله يصبرها اولا واخيرا الرقم ديال العائله او ديال الاسره مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي اللي هو 0636 58 39 37 المرجو اللي شاف ولا عرف ولا آه عنده شي شي حاجه اللي ممكن انها يعني حتى الدعاء حتى الكلمه الطيبه راه فيها الخير وفيها البركه آه نتمنى انه ان في انها توصل النداء ديال هذه الام هذا وهذه الدعوه ديال الرضا اللي رضات على ولدها هذه الكلمه اللي قالت ليه راه راضيه عليه بغيناها توصل لهذا الابن هذا ونكون ساهمنا آه على الاقل ساهمنا في انه نقربوا هذه الام من الابن ديالها ونحبسوا هذه الدموع وهذا الالم اللي دام 28 سنه الله يصبركم المهمه مهمين. هذا هو اللي غادي نقول مهمين. احنا الان مشاهدينا متابعي قناه تشوف في معكم دائما على المباشر كنتمنى انه رساله هذه السيده توصل الابن اللي حتى هو مسكين الله اللي عالم به فهاد الاثناء هو خرج كيقلب كي عليكم يعني ما باش عرف يعني باش عرفكم باش عرف السميات باش عرف هذا الشيء زعما هيدا الاب ديالو والسميه ديال يعني الام ديالو شكون غيكون يكون عطاها ليه ما يعني دي قلق الام ديالو يمكن اللي رباته ولا شنو هي اللي عاد اعترفت له بالحقيقه اه يعني عطاته يعطيكم هاد المعلومات هاد المعلومات اللي شافوه في التلفازه اللي طلع المعلومات اللي شافوه اللي في التلفازه هذيك المعلومات اللي قال قالوا لنا هذاك الشيء بالتفصيل واخا علاش ما رجعتوش للسجلات ديال السبيطار لانه كل ولد كيخرج راه كيتسجل يا متوفي يا حي آه في النهار الاولين ما عرفوش ما راك ما... عارف الناس ديال القريه ماشي ما ما عارفين ما تعرفوا لا الوراق ولا حتى شي حاجه ما آه صافي مات راه مات صافي قالوا مات راه مات صافي يعني ما تعرفوش ب... عارفين عارفين تنطلب من الاخ ديالي الا كانت يسمعني راه حنا موحشينه بزاف راه من نهار يعني دارو سمعنا به ما بقيناش مرتاحين لا عيد لا لا عيد لا, لا, لا عرس لا فرح حتى حاجه ما بقات تفرحنا نعم حتى حاجه ما بقات تفرحنا يعني بغينا نشوفوه بغينا زعما انا الاخ ديالي هو الصغير زعما تنكون ربي خلاه لنا تنقول زعما كون لعبت معاه وهادي والامنيه ديالي ولكن لغلب الله بقيت انا بحديتي صغيره ما ما هذه دي الامنيه ديالي تنقوم صبكم بقى كل لعبنا انا وياه وكبرنا انا وياه هذه هي دي الامنيه ديالي ولكن لغلب الله كنطلب دابا لا كان تيشوفنا يعني يجي يشوفنا الاسم ديال الام ديالك الاسم ديال الام ديالي المعلومات اللي قال آه. هو باش تعرف واحد حتى هو راه قال واحد المعلومات اييه آه. الاسم ديال الام ديالي عائشه بن سليمان آه. والاسم ديال الاب ديالي آه. الخياط توزاني. اها فين تولد وتولد محمد الخامس نعم هذا الشيء باش تذكر هو آه في مكناس نعم آه. الطبيب اللي محمد الخامس ديال مكناس هذا آه. الشيء اللي هو اللي قال في التلفازه اللي باش قال انا آه. بان رانا تولدت في محمد الخامس في مكناس نعم. رانا حي ماشي ميت ما راح تميت وانا راه باقي حي هادشي هو اللي باش عارف تقدم القصة. عارف القصه اه عارف القصه كلها كاين اللغز هنا كاين شي لغز يكون باقي عنده هو اه باقي عنده آه وقال الاسم ديالو هذاك الشيء ولكن الناس باش عاودنا عليهم الهضره قال لك المراه هي نسات بان الاسم ديالو ما هادشي قالت تصيت تقول لك تنقول لها واش زعما تيكتي منو شتيه كتقول لي لا انا شتو بعيني هادي راه ما فيهاش الكذوب انا انا تشي انت اه اه مازال آه من العائله ديال الراجل ديالي اه, آه. يعني فاش شتهي هاد ليام ليام زدت تيكت عليها قلت لها زعما واش شتي زعما ماشي نلقي واحد الخطوه زعما وما شتيش وهادي قالت لي كوميك كذا بحال شتيه انت <applause> والاب ديالي انا ملي نظرت معاه في هذا الموضوع قلت له الاخ ديالي يعني انا طلعت عند الدار هادي تيقول لكم الصاب انا زعما انا ما عنديش القدره وما تنعرفش من أن نقلب وهادي تيقول كون كون جالس ويجي ولدي ويقول لي يعني ابا ونعنق دي يعني. ديك هي الامنيه ديالي ولو عندو اخرين ولكن باقي كيتسنى في ديك با ديال اه اه كيتسنى في كتسنى في ديال هاد الوليد اه كيتسناو في هاد الولد تيقول لك يجي مقطعش منو مقطعش ليا ستي الاب ديالي راه تيبكي تيقول لك انا كن انا جالس ويجي ونضمو ونعنقو ونشوف الابن ديالي يعني فانا ديك الوقت وفانا ديك اللحظه اللي غنشوف الابن ديالي ونعنقو قبل لا نموت لا لا اه بغيت نشوف الابن ديالي ولكن الغالب الله ما جبرتش حتى شي طريق اللي زعما نتوجه لي لا ولا ما عرفتش الغالب الله يعني ممكن, هده هده ممكن يعني ما كت ما كيطرحش لك هاد النقطه هادي ديال انه كتقولي يعني ما عرفنا شكون السابق يعني احنا ما ما كتقوليش كيفاش نقول نموت وما نشوفش ولدي ولا شي حاجه هذا دائما في بالي ايما تنقول ما ربنا يجي ولدي العمر بيد الله العمر بيد الله تنقول ما ربنا يجي حتى يجي الله ويجبر يجبرني من ولا ما كايناش هذيك هي الحرقه دي دي, انا فيها عايشه تنقول شحال ما الله تعالى وتبارك سرحوا يشوف والديه غادي يجبر القضيه ما كايناش معناها أنتي نصلي حنا العمر في يد الله نعم واش واش بغيت نشوف ولدي وديك الساعه العمر بيدي دي الله الله نعم. والله اني هذا ما كتب الله اللهم لك الحمد راه مزوج ولا شي حاجه تنطلب من الله ديق الله يسخر لكل هو مسلم في الدنيا نعم يرجع بوليداتو آه. <applause> <applause> يرجع بولي <داتو تصفيق> <ده>. انا حامل لكن <applause> ما بغات الظروف ديالو انا باغيه ولدي كما كانت الظروف ديالو فين نشوفه راح تشوف وليداتو هذه مصابه مصابه دي قريه قنداته يعني يكون بضره ويكون ما حاله هذاك فرحات علي انا باغياه كيما امين الله يجمعكم الله يرحم لكولي والدي الله يتبع قناه شوف تي في ما بقى لي الا نقول لكم يعني فضلا وليس امرا مره اخرى قصه والله العظيم حال ديال دي الام هذه صراحه ولو انه الاخت انا كان يعني كت مع يعني اخت كتبقى اختو كان تنت الله اللي عالم بك وتنت راكي ام تنت راكي ام وحاسه بهذه الام هذه اللي قدامنا محروقه مسكينه من الداخل فا اذا كان كيشوفنا الابن ديالها الان على المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي فهاد السيده هي اسم عائشة بن بنت, سليمان عائشة بنت سليمان عائشة بنت بن سليمان والأب ديالو اللي هو الخياط التوزاني آه اللي تولد هنا بمستشفى المحلي لمدينة مكناس آه كيسكنوا في مساوى مولاي إدريس الزرهون آه تولد في 1993 والنداء داز في 2018 على احدى القنوات التلفزيه واللي كيوجه فيه نداء كيقلب على الوالدين ديالو ها هي الام ديالك الان كتقلب عليك هنا في مدينه مكناس فكنتمنوا هذا النداء يوصل ليه ان شاء الله آه شكون هذا اللي معنا عافاكم نتمنوا يكونوا التعاليق تكون يعني نتمنوا ان هذه الام تتلاقى مع الابن ديالها الاخوان والتعاليق تكون تعاليق يعني هادفه وتكون يعني اللي راكم عارفين الان يعني الاحساس ديال الاسره وهذه العائله راه ممكن اي تعليق ولا اي حاجه انهم غاديين يمشيوا معاها وغادي يتفاعلوا معاها فتكون تعاليق الله يجازيكم بخير تكون تعاليق جاده لانه الله يحسن العوان فكما سمعنا الرقم ديال العائله هو 0636583937 الا كنتي كتشوف في المهمه ديالك خويا فهاد الرقم ديالها تواصل معها وجي للبيت ديالها اللي كيت هنا في مكناس الدار ديال الاخت ديالك هنا في الملاح الجديد الملاح الجديد بالعاصمه الاسماعيليه مكناس شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي شكرا لكل واحد كلف نفسه انه أوه. انه أوه. يعني قرب مقبره مقبره مولاي مليانه فهنا معروفه بملاح جديد ف <applause> عفواً اي واحد كنقول ليه شكرا لكل فرصة العناء ديال انه يبارطاجي وانه يشارك بالتعليق وانه يصبر هذه المهمه ويدعي معها ويقول لها كلمه طيبه فالحمد لله المغاربه هذا الاصل الطيب والطينه الطيبه الحمد لله احنا فين كنبانو في هذه الظروف هذه الان نطلب من الله انه هذه الام تلاقى مع الابن ديالها ونشاركوا معكم هذه الفرحه مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي على قناتنا ونجمعوا هذه هذه الام والابن ديالها وغيكون على اللقاء على المباشر نهار غادي تلاقى هاد الام والابن ديالها ونوصلوا هاد الفرحه لهاد المغاربه كاملين وهاد الناس كاملين اللي شاركوا الان بالبارطاج وشاركوا بالتعليق وكاين اللي بكى مع هاد الوالده هادي وكاين اللي بقى فيه الحال وكاين كل واحد كيفاش تفاعل معها اجركم لله هو على الخير كفاعله شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف في نهايه اسبوع سعيده من هنا من مكناس كان معكم مراسل القناة منير معطاوي الى اللقاء